تعالوا بقى نطمن على حالة المرور. معانا النقيب رأفت نجم، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم على سيادتك وجميع السادة المستمعين، إن شاء الله يكون. أهلا بحضرتك، وعايزين نعرف مشاهدينا بحالة المرور النهاردة. الحمد لله، ومتابعة المدن الرئيسية وكافة المحاور الرئيسية بالنسبة لمحافظة القاهرة، بيتم المتابعة حاليا ميدانية للسادة الضباط الخدمات الأساسية، وأيضا المتابعة عن طريق الكاميرات المنتشرة في كافة المحاور والمدن الرئيسية حاليا. في كثافات الآن، كثافات بالنسبة لميدان العباسية المتجه لمحور شارع الخليفة المهم مع جامعة عين شمس، كثافات بعض شارع لطفي السيد المتجه لميدان رمسيس القادم من العباسية، أيضا الميدان المطرية كثافات بعض الشيء المتجه لكوبري الحلمية، أيضا كثافات حاليا محور الثورة القادم من السويس اتجاه مصر الجديدة، في مصادمة حاليا بين طرفين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، حاليا خدمة متواجدة وتم تجريب أطراف المصادمة الآن، أدت الكثافات القادمة من محور الإسماعيلية أسفل الدائري. هل في أي خسائر في الأرواح يا فندم؟ لا الحمد لله، لا مصادمات، يعني هي مصادمة بين سيارتين دون إصابات. طب الحمد لله. في عندي مصادمة ومصابة في منزل كوبري الطيران اتجاه العروبة والثورة القادم من المطار، ده من حوالي 15 دقيقة. تم تجنيب الاطراف حاليا وتم رفع المصابه بالفعل وتم توجيهها للمستشفى. تواجد كافه القيادات المروريه والامنيه ميدانيا حاليا بكافه المدن والمحاور الرئيسيه بالنسبه لمحافظه القاهره للعمل على سيوره الحارقه المروريه ومعلوم بالنسبه لفتره دخول المدارس. حاليا بيتم المتابعه عند مناظره اي كثافات عن طريق الكاميرات او اختار لاسلكيا من الثلاث ضباط المتواجده ميدانيا. بيتم الدفع على الفور اقرب درجات بخاريه قاده الضباط او امناء لنفس الموقع لتثبيت الكثافات والتعامل معها على الفور. طيب يا فندم، عايزين نسال على حاجه تانية، ودايما بحب في كل حلقه ان احنا ناكد عليها الارقام اللي يقدر المواطنين ان هم يتواصلوا فيها مع حضراتكم لو لا قدر الله حصل في اي اعطال في العربيات، في اي مصادمات، وخصوصا ان احنا كمان دلوقتي في اوقات مدارس، فبيبقى المدارس عفوا بيبقى في ملتزمين باوقات دخول المدارس، فعايزين نقول للساده المشاهدين الارقام اللي هم ممكن يتواصلوا فيها مع حضراتكم. بالفعل كان رقم المتواجد بغرفة عمليات مرور القاهرة على مدار 24 ساعة 011-45-44 على الفور. بيتم التداول مع أي مواطن بيتم الاستفسار عن أي شيء أو اختار عند وجود أي مصادمات، بيتم التفاعل على الفور معاه واختار الجهات المعنية بالمصادمة أو الاختار. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، والله يكون ان شاء الله في عمكم. بنشكر النقيب رأفت نجم، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، وصباحك زي الورد. طيب بنأكد تاني على الرقم لو في أي حوادث يتم الإبلاغ عنها، وهو 011-45-44، الرقم سهل وهيكون على الشاشة معاكم علشان كلكم تسيفوا الرقم ده.